الله قصه نوح في الدعوه عليه السلام لكن ما فصل قصه ايوب عليه السلام في الدعوه فصل الله تعالى قصه موسى عليه السلام مع فرعون وكيف تزوج موسى بل كيف ولد وما هي الظروف التي ولد فيها بينما ايوب لا ندري مع ان له قصه مشهوره مع امراته ومع ذلك لا ندري كيف تزوجها كم عدد اولاده وما شابه ذلك فالله تعالى ذكر من قصه ايوب الشاهد الصبر على المرض وأن المؤمن قد يبتلى بهذه الأمراض وقد يبتلى بذهاب أولاده وذهاب ماله وربما لا يجد الوفاء من الناس الذين هم قريبون منه فأيوب عليه السلام عنده إخوة وأخوات وأقارب وأبناء عم وأبناء خال وجيران وأصحاب وما شابه ذلك ومع ذلك لما وقع في الكربة وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل هذا مثال على ما يعانيه الإنسان عندما يقع في أنواع من البلاء ما هو نوع البلاء الذي نزل بأيوب عليه السلام ومن الذي بقي معه من أهله ولماذا أقسم ليضربن امرأته مئة صوت لماذا أقسم وهي الصابرة معه التي بقيت ترعاه وتحيطه وتخدم في بيوت الناس لأجل أن تنفق عليه هل يكون جزاؤها هذا وما هو نوع اليمين الذي حلفه ايوب عليه السلام وما هي انواع الايمان؟ وهل لما اقسم كفر عن يمينه ولم ينفذ اليمين؟ ام ان الله تعالى جعل له مخرجا من هذه اليمين فلا يعتبر قد حنث في يمينه يعني لا يعتبر لم ينفذها لكن الله جل وعلا جعل له مخرجا فيه نوع من الرفق بامراته ونوع من تحقيق اليمين الذي اقسم به وهل يجوز استعمال مثل هذه الطرق في الخروج من الايمان وما هي نوع اليمين اصلا وما هي العبره مما اصاب ايوب عليه السلام وهل هو النبي الوحيد فقط الذي اصابه المرض ولماذا لم يدع ايوب من البدايه منذ ان نزل به البلاء لماذا ما رفع يديه ودعا الله ان يزيله عنه هل يستحب للمؤمن اذا نزل به البلاء ان يصبر عليه ام ان يسعى لرفعه عنه واحد نزل به بلاء, بلاء مرض هل نقول يستحب ان تصبر على مرضك حتى ربما تموت بسببه بعض الامراض يعني بحسب تجربه الاطباء والعلم عند الله تعالى لكن بحسب تجربه الطب معروف أنها إذا لم تعالج يموت المرء منه فمثلا لو أن إنسان جاء وقطع شرايين يده أو يديه هذا معروف طبيا أنه ينزف حتى يموت فمثلا لو أن إنسانا أصيب بهذا في حادث أو أصيب بمرض معين هل نقول له الأفضل أن تصبر كما صبر أيوب حتى الدعاء لا تدعو الله أن يزيله عنك أم أن أيوب عليه السلام له حالة خاصة تعالوا خلال هذه الخمسين دقيقة نتكلم عن بعض الفوائد المتعلقه بقصه ايوب عليه السلام ايوب عليه السلام نبي من الانبياء وهو من ذريه نبي الله تعالى ابراهيم عليه السلام ابراهيم كان له اسماعيل ويعقوب واسماعيل واسحاق ثم تناسل الابناء من اسماعيل ومن اسحاق الذين من اسحاق كلهم انبياء يعقوب يوسف واستمروا الى مريم موسى ثم مريم ثم بعد ذلك توقف عند عيسى عليه السلام اسماعيل عليه السلام رزق بذريه لكن ذريته لم يكونوا انبياء كانوا ناسا يعني عاديين ولم يكن من ابناء اسماعيل عليه السلام نبي الا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك كان من حقد اليهود على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن عدم ايمانهم به انهم قالوا كيف تخرج النبوه من ذرية اسحاق؟ نحن نريد النبوه ان تستمر في في ذرية اسحاق ولذلك زكريا عليه السلام لما لم يرزق باولاد وهو ابن انبياء فهو اذا عد اجداده يعدهم الى ابراهيم فهو يخشى زكريا ان ينقطع النبوه بموته لانه لم يرزق بولد فقال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا ولذلك زكريا عليه السلام يقول يرثني يعني يرث النبوه لا يقصد يرث المال انما يقصد لان الانبياء لا يورثون اصلا لو ملك زكريا ما ملك من المال لا يورث اصلا لكنه يقصد أن يرث النبوة كما قال الله تعالى وورث سليمان داود يعني ورث النبوة وقال يا أيها الناس علمنا منطقة الطير الآيات فأيوب عليه السلام ورث النبوة عن من كان قبله ومن ذرية إسحاق ابن إبراهيم وكان داعية في قومه يدعوهم إلى الإيمان بالله وآمن معه جمع من قومه ثم ابتلاه الله تعالى ابتلاه الله تعالى قيل ان ايوب عليه السلام هو اول من اصيب بداء الجدري وداء الجدري كما تعلمون هو يخرج في الانسان شيء اشياء من النتوءات في الجلد ويكون فيها ماء وقيح وصديد ونحو ذلك واليوم مع وجود الطب الحديث واللقاحات ونحوه لا يكاد ان يوجد يعني اصبح هناك لقاحات وفق الله اليها الانسان كما قال عليه الصلاه والسلام ما انزل الله من داء الا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فوفق الله الناس اليوم أن علموا الدواء الذي يداوى به الجدري وعدد من الأدواء التي كان يموت بسببها الناس في السابق، وأصبح هذا الجدري لا تكاد تجده مع أنه ربما يعني أنا بنفسي رأيت بعض كبار السن وربما بعضهم لا يزال موجودا إلى اليوم ممن أصيب بالجدري في صغره أصيب بالجدري واذكر ان منهم احد العلماء ولا يزال موجودا الى اليوم وكنت قد يعني ساله بعض الزملاء مره عن قد كف بصره فيساله كيف كف بصرك؟ قال اصبت بالجدري وانا صغير، قال كيف؟ قال كنا في القريه وجاء من وانتشر عندنا الجدري وجاء من يعطينا اللقاح يقول واللقاح هو عباره عن قاروره في هذا اللقاح يأخذ بملعقة أو بشيء يجرحك بموس ويأخذ من هذا اللقاح ويضع على هذا الجرح ما كان في تطعيم وإبر ونحو ذلك هذا الكلام قديم يعني قبل سنوات طويلة يقول فتطعمت أنا وأخي عند هذا جاء وجرحنا ووضع علينا من هذا الترياق المضاد للجدري و... وذهبنا يقول فدخلنا إلى مزرعتنا فاما انا فلما رايت البركه بركه الماء قفزت فيها اسبح واما اخي فلم يفعل فزال اللقاح الذي وضعوه ذاب في الماء فمضت ايام فاصبت بالجدري ثم عميت بسببه وشفاني الله تعالى من الجدري لكن لا تزال اثاره على يعني في 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 لمن يراه وقد كف بصره. فالجدري كان موجودا الى عهد قريب، لكن الحمد لله ان الله تعالى وفق الناس ووفق الانسان الى معرفه كيف يتقي هذه الامراض. فقيل ان ايوب عليه السلام هو اول من اصيب بداء الجدري. و الله تعالى ايضا بذهاب ماله وولده. وذهاب الاولاد فجاه لا يزال موجودا الى اليوم. يعني بعض الناس تسمع قصته فيقول لك والله أنا رجعت إلى البيت وإذا البيت محترق مثلا بزوجتي وأولادي وماتوا كلهم في لحظة واحدة مثلا أو تقول له مثلا يعني أنت عمرك مثلا خمسون سنة ما أشوف عندك أولاد فيقول والله كان عندي مثلا ثمانية أو عشرة لكن صار لي حادث ومات أولادي جميعا مثلا فالمصيبة قد تنزل ويذهب ذرية الإنسان كلهم وربما ذهب ماله أيضاً يذهب ماله بأي جائحة أو جائفة من ماله ويذهب فابتل الله تعالى أيوب عليه السلام فذهب السيل بماله كان عنده إبل وبقر وغنم فجاء السيل وهي في هذا الوادي وحملها كلها فذهبت أمواله ثم جعل الموت يفتك بأولاده واحدا واحدا وزوجاته حتى لم يبق معه إلا زوجته فقط وابتلي بمرض الجدري وهو مرض جديد عليهم ورأوا هذا القيح والصديد على جلده وعلى وجهه فخاف الناس أن يصيبهم هذا الداء فطلبوا منها أن يخرج من بلدتهم فخرج وجلس في خباء في خيمة بعيدة عن هذه البلدة ولم يبق معه إلا امرأته عليه السلام وبقي مدة على هذا الحال اصيب في اولاده واصيب في زوجاته واصيب بماله واخرج من البلد الذي يسكن فيه ذكروا ان الخليفه هارون الرشيد دخل عليه جمع من الناس يسلمون عليه وفد من وفود العرب فراى من بينهم رجلا كفيف البصر فساله عن بصره متى ذهب فقال ان لذلك عندي خبر قال وما الخبر قال انا رجل من بني عبس وقومي يعلمون انه ما كان فيهم احد اكثر مني مالا وولدا لا احد فيهم اكثر مني مالا وولدا يقول فعدا السيل على مالي يعني نزل مطر شديد والبقر والغنم والابل ذهبت بهذا السيل جرفها السيل والسيل الماء اذا اذا كان قويا يعني ربما هدم البيوت فما بالك بهذه الدواب فذهب بمالي يقول وذهب بولدي تهدمت البيوت وحمل النساء والاولاد قال ولم يبق لي الا جمل وولد لي صغير وجدته حيا فحملت الولد وركبت الجمل وذهبت غادر المكان ما يدري اين يذهب وذهبت فنزلت في بعض الطريق ونزلت بولدي واخذت اصنع طعاما اطعم الولد واكل فند البعير البعير هرب فذهبت الحق البعير فركلني البعير او او نحرني ضربني برجله رفسني برجله فضربني بين عيني فاصابتني غشاوه صار ما ما يستطيع يرى جيدا وسمعت صراخ الصغير فرجعت الى الصغير سريعا واذا الذئب ياكله وقد شق بطنه وياكل الصبي فلم البث ان ذهب بصري مع الضربه ذهب بصره فعجب الخليفه وقال سبحان الله ما رايت اعظم منك مصيبه ف يا نائم الليل مسرورا بأوله إن المصائب قد يَتْرُكْنَا أسحارا إنسان قد تنزل به المصيبة ولذلك ذكر الله تعالى قصة أيوب عليه السلام عبرة وعظة عبرة في الصبر على المصيبة عبرة على أن نزول المصيبة بمالك أو بولدك أو بمرض أو ما شابه ذلك لا يدل على أن الله تعالى يبغضك أو أن الله يريد أن يسوءك بل ربما ابتلاك الله تعالى ليرفع قدرك ربما أخذ منك ولدك أو مالك أو أو أمرضك أو, أو ما شابه ذلك لأجل أن يرفع الله تعالى بهذا قدرك أيوب عليه السلام لبث في مرضه وقتا طويلا قيل لبث سبع عشرة سنة وقيل لبث سبع سنين وأشهر وقيل غير ذلك من الأقوال قالت له امرأته يوما وقد جزعت قالت يا أيوب إلى متى نحن على هذا الحال الى متى وانت مريض وانا مرافقه معك ولوحدنا في هذا المكان الى متى على هذا الحال فقال لها هل تذكرين النعيم الذي كنا فيه قالت نعم قال كم لبثنا في ذلك النعيم قالت سبعين سنه سبعين سنه ونحن نتنعم بانواع النعيم قال فكم لنا في هذا المرض قالت سبع سنين فقال فاصبري حتى نكمل سبعين سنة في البلاء كما أكملنا سبعين سنة في الرخاء وهذا واقع الإنسان إذا أصابه بلاء نسي كل الرخاء الذي عنده وربما لو مات ولده نسي أن عنده خمسة أو ستة أولاد آخرون ولو ذهب بعض ماله لنسي المال الأكثر الذي أبقاه الله تعالى عنده ولذلك الإنسان لا ينبغي أن يجزع على مصيبته يعلم أن الله تعالى يبتلي من يشاء ويعطي من يشاء ويأخذ من يشاء ويمنع من يشاء ويهب من يشاء ولذلك أنزل دائما حاجتك وضرك به سبحانه فهو يقول لها أصبري اللي نعمنا سبعين سنة وابتلانا سبع سنين قد أحسن إلينا أصبري حتى يبتلينا سبعين سنة كما نعمنا سبعين سنة ثم قولي بعد ذلك متى يأتي الفرج واستمر أيوب على هذا الحال وكانت زوجته تذهب تتكسب له وهو لا يستطيع ان يتكسب لمرضه. لو ذهب الى انسان وقال انا بشتغل عندك راعي غنم قال لا انت ممكن تصيب غنمي بالعدوى لا لا ارجوك ابتعد. لو قال انا بشتغل عندك حارس بستانك او بشتغل عندك اجني لك الثمر او اي شغله الناس لا لا يشغلون عندهم يخشون انه ينقل المرض اليهم فهم يبتعدون عنه. فلم يكن هناك يشتغل الا امراته. وبدات امراته ايضا كانت تخدم في البيوت، تدخل البيت تغسل ملابسهم يعطونها طعام اجره. تدخل هذا البيت تصنع لهم شيئا تحلب مثلا شاتهم او تصنع كذا ويعطونها اجرتها. وتاتي بطعام كل يوم وكل يوم يسالها ماذا اشتغلت اليوم؟ تقول والله اليوم غسلت ملابس، اليوم فعلت كذا، اليوم صنعت كذا. ثم بدأ الناس لا يستعملونها. خشوا ان المرض الذي في ايوب انه قد انتقل اليها وانها تنقله اليهم فاذا جاءت امراه ايوب عليه السلام تشتغل عند ناس وعرفوها قالوا لا 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 تشتغلين عندنا اذهبي الى غيرنا فصارت ترجع اليهم ما معها شيء وجاعت وجاع فلم يكن عندها شيء تبيعه لكن كان لها ضفيرتان حسنتان لها شعر طويل حسن فقصت ضفيره منهما و صلحت الشعر وباعته على بنت من اشرافهم يعني تاجره غنيه وقد يقول البعض طيب وتلك البنت ماذا تصنع به؟ تصل به شعرها كانت النساء يتفاخرن بالشعر الطويل فاذا اعطتها هذا الشعر اعطتها مثلا شبر شبرين شعر تاتي تلك المراه وتضعه مع شعرها وتجدله فيصبح جديلتها بدل ما هي شبرين تصبح اربعه اشبار. فيصبح يعني تفتخر أمام النساء طبعا هذا محرم لعن الله الواصلة والمستوصل هذا غش لكن كانوا يفعلون ذلك ثم جاءت إليه بالطعام بعدما باعت الشعر جاءت إليه بالطعام وأكل قال ماذا اشتغلت اليوم قالت والله خدمت عند ناس وهي مغطية شعرها ثم بعد أيام جاعت وجاع فذهبت وباعت النصف الآخر من الشعر وجاءت إليه بطعام فقال اكشفي عن رأسك فكشفت وإذا شعرها قد قص فغضب يعني كيف تفعلين بشعرك كذا كيف ما تستأذنين مني ما ما تخبريني طيب ممكن عندي حل ممكن وغضب عليه السلام وأقسم ليضربنها مئة صوت تأديبا ثم مرت الأيام وكان هو عليه السلام رجلا حييا حتى من امرأته فإذا أراد أن يقضي حاجته ويغتسل تذهب معه امرأته حتى يختبئ في مكان وراء شجرة أو نحو ذلك فإذا انتهى قام وناداها وتأتي تعينه على المشي فذهب وقضى حاجته يوما أو اغتسل ثم لما انتهى قام وناداها فلم تأتي إليه إما أنها ذهبت في حاجة أو تأخرت عنه. فأوحى الله تعالى إلي لما رأى أنه أصيب يعني إلى درجة أني بدأت أحتاج إلى الناس، أحتاج إلى امرأتي تأتي وتحملني وتضعني وت... يا ربي لا تحوجني إلى خلقك. فقيل أنه في هذا الحال دعا، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقيل أن سبب دعائه أن رجلين من أخص أصحابه وإخوانه مر يوما به فقال أحدهما للآخر والله ما أظن هذا البلاء نزل بيعقوب نزل بأيوب بي إلا بذنب عظيم أحدثه ما أحدثه أحد من العالم يعني ما أنزل الله بك هذا البلاء إلا بذنب ربما عندك خبيئة بذنب بينك وبين الله فعاقبك الله بذلك يقولون فلما سمع هذا الكلام دعا ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين يعني يا ربي انا استغيث بك واستنزل رحمتك يا ربي ارحمني واحسن الي وتكرم وتفضل واذا نزلت رحمه الله على العبد اعطاه الله اكثر مما يؤمل دائما اذا نزلت اليك الرحمه ابشر الخير إذا نزلت عليك الرحمة فأبشر بالخير. موسى عليه السلام نزلت عليه الرحمة وقد كان موسى عليه السلام يريد من أخيه هارون أن يصبح وزيرا معه فقط أن يصبح وزيرا معي قال الله تعالى: "ووهبنا له من رحمتنا إيش أخاه هارون وزيرا" لا قال نبيا لأننا رحمناه ونزلنا عليه الرحمة أعطيناه أكثر مما يؤمن إذا نزلت عليك الرحمة أبشر بالخير ولذلك قال الله تعالى ذكر كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك من عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتع ثم قال الله تعالى في آية أخرى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله معجزة وسيء ونا ومصدقاً بكلمة من الله و... وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين شوف إذا نزلت عليك الرحمة فلا تسأل عن شيء بعدها ولذلك أيوب عليه السلام لأنه يعلم إذا نزلت رحمة الله على العبد أعطاه أكثر مما يؤمل ما فيه نبي؟ دع الله تعالى بشيء واعطاه الله الشيء فقط بل يعطيه اكثر واعظم لانه كريم لانه يعلم ان الله كريم ايوب عليه السلام طلب شيئا واحدا بس اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين يا ربي انا مريض اشفني من مرضي فماذا اعطاه الله؟ شفاه من مرضه ووهبنا له اهله يقول ابن عباس اعاد له اولاده نفسهم احياهم له من جديد اكراما له ومعجزه وقيل اعطاه اكثر منهم لكن اولئك مضوا الى رحمه الله كلاهما قول للمفسرين ووهبنا له اهله وايش؟ ومثلهم معهم ليش؟ رحمه من عندنا وذكرى للعابدين ذكرى للمتعبدين ذكرى لعبادنا الذين تنزل بهم المصيبه نذكركم ونعطيكم عبره ترى ايوب لما صبر اعدنا له ما كان يملك من مال وولد اعدناه اليه مضاعف، ليش؟ رحمه من عندنا ان تقول وانت ارحم الراحمين، خذ الرحمه يا ايوب. رحمه من عندنا وذكرى للعابدين كل من كان عابدا لله ويعد نفسه من عباد الله اذا استغثت بالله جل وعلا واستنزلت رحمته، ارحمني يا رحيم يا رحيم ارحمني يا رحيم ارحمني الهج بها اعلم أن الله إذا رحمك أعطاك أكثر مما تؤمل وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى هو لا يريد إلا هذا فقط يا ربي أعطني ولد لا وأصلحنا له زوجه أعطنا شيئين ما هو شيء واحد إذا جاءتك رحمة الله كما قال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا جاءك رحمة الله لا تسأل عن شيء بعدها. لا يمكن انك تطلب من الله تعالى شيئاً واحداً إلا يعطيك الله تعالى أعظم مما تظن وأعظم مما تؤمل. وربما أعطاك ما لا يخطر على بالك. لكن لا تستعجل. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وترتفع الدعوات فوق فاستجبنا له. وكشفنا ما به من ضر هذا الذي يريده بس يا ربي انا مريض اشفني من مرضي اريد اني انظر الى جلدي اراه جلدا عاديه ما في جدري اريد الناس الا يتاففوا من مخالطتي والنظر الي بس يا ربي اشفني من مرضي حتى اقدر اشتغل واعيش مع الناس لكنه يتعامل مع رب كريم ولذلك قال الله فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين شفي ايوب عليه السلام لما خرج ليقضي حاجته او يغتسل اوحى الله تعالى اليه اركض برجلك يعني اضرب برجلك في الارض فضرب برجله في الارض فنبع الماء هذا مغتسل بارد وشراب هذا دوائك دوائك تحت رجلك الان انت عندك مشكله في الجلد اغتسل ويذهب هذه هذا الاشكال كله واشرب من هذا الماء لان سبب الجدري كما تعلمون هي اساسا فيروسات في داخل الجسم فاشرب من الماء هذا مغتسل بارد اغتسل به وشراب واشرب منه وهذا ايضا يؤيد ما ذكره بعضهم ان الاغتسال بالماء البارد المعتدل قالوا هو انفع للجلد من الاغتسال بالماء الساخن ليس الماء الثلج لكن الماء البارد المعتدل فاغتسل عليه السلام وشرب من الماء وزال عنه مرضه فورا ثم جاء يمشي ذكر بعض المفسرين يعني أمورا أخرى قالوا أنزل الله عليه حلة من الجنة ونحو ذلك يعني ليتزين بها لكن الذي يعنينا هنا دعاؤه الذي دعا به أن يزيل الله مرضه وزال المرض مباشرة فأقبل يمشي عليه السلام فلما جاء يمشي لقيته امرأته فقالت له يا عبد الله أما رأيت عبد الله المبتلى ها هنا تبحث عنه فقال من؟ قالت نبي الله ايوب الرجل المبتلى ما رايته فانك والله اشبه الناس به فقال انا هو قالت لا تسخر بي لا تسخر بي ما هي صار لها الان سنوات وهي تراه على مرضه وترى جلده ووجهه كله مصاب بالجدري فقالت له لا تسخر بي قال انا والله ايوب قد شفى الله تعالى مرضي فشفى الله تعالى مرضه بصبره عليه السلام بقي على أيوب القسم الذي أقسم به على امرأته هل ينفذ هذا القسم أم لا وكيف جعل الله تعالى له مخرجا والآن حلف أن يضربها مئة صوت طيب هذه المئة صوت الآن كيف سيضربها بها ما هو المخرج له من مثل هذا فقال الله تعالى له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب إنه رجاع إلى الله إنه يعلم أن لا ملجأ له ولا مفر له إلا إلى الله يعلم انه لا باب يطرق ولا باب يبكى عنده ولا باب يوقف عنده الا باب الله ولذلك قال الله تعالى: نعم العبد انه اواب، انه رجاع الينا. انه اواب يرجع الينا كما قال عليه الصلاه والسلام: صلاه الاوابين يعني الضحى حين ترمض الفصال يعني لما ياتي قبل الظهر بساعة ساعة ونصف تشتد الشمس وفصال الابل التي تكون اللي هي الابر الصغار التي تكون في الشمس جالسه لما تشتد الشمس تقوم الى الظل لما تصيبها الرمضاء قال عليه الصلاه والسلام حين ترمض الفصال فاوحى الله تعالى اليه ان خذ ضغثا الضغث هو الذي ينبت فيه الرطب في النخلة ويكون له أعواد متعددة أنت قد أقسمت أن تضربها مئة ضربة مئة صوت هذا الضغط الذي أخذته من النخلة فيه مئة عود خذه واضربها به مرة واحدة هذا كمخرج ألا يحنث أيوب عليه السلام في يمينه وأن ينفذ يمينه الذي أقسم بها وألا تتضرر تلك المرأة التي خدمته وبقيت معه المفسرون لما تكلموا عن قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث يعني لا تفسد يمينك لا تحنث في نفذ يمينك تكلموا عن مسألة الحيل والمخارج الفقهية يعني مثلا إنسان في رمضان وأراد أن يأتي أهله مثلا يأتي امرأته فقاموا وقال اركبي معي ومسك له خط طريق سفر. ثم اتاها ثم رجع، قال انا والله مسافر وهذا السفر يبيح لي ذلك، هل يجوز مثل هذا الفعل؟ ان يسافر لاجل ان يفطر؟ ام ان السفر اذا جاء عارضا وافطر ما في بأس، لكن ما يجوز يسافر لاجل ان يفطر. الحيل تنقسم الى قسمين كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره. منها حيل محرمه وهي الحيل التي فيها نوع من الاحتيال على الشريعه والتلاعب بها وياتي الانسان احيانا ربما يسقط بها واجبات او يحلل محرمات او يقلب المظ... الظالم الى مظلوم والحق باطلا والباطل حقا هذا ما يجوز التلاعب بالحيل الشرعيه ما يجوز لكن هناك نوع من الحيل اذا كان فيها اخراج للانسان من مشكله دون ان يكون في مضره مترتبه عليه فلا بأس. مثال ذكروا ان ابا حنيفه اقبل اليه رجل يوما يضرب عليه الباب في منتصف الليل. فقالوا له اهله قالوا والله ابو حنيفه نايم. قال اخرجوه الي اني في امر جلل. فايقظوا ابا حنيفه وخرج. قال يا امام اني قد اختلفت مع امرأتي. فخاصمتني وهجرتني ما تكلمني سكتت حاولت فيها تكلمني تكلمني وهي ساكته فقلت لها ان لم تكلميني قبل الفجر فانت طالق والان ما بقي على الفجر الا نصف الليل وانا ما اريد اني اطلقها فقال له ابو حنيفه هذا الان يحتاج الى مخرج فقهي فقال له ابو حنيفه: اذهب الى المؤذن مؤذن مسجدكم وقل له ان ياتي الى قريب من بيتك ويأذن الان يأذن لا يأذن في المناره حتى ما يتورط الناس اللي بيصوم ولا بيصلي الفجر لا خليه يجي يأذن قريب من بيتك وهي تعرف صوت المؤذن ما هي تسمعك كل يوم فإنها إذا سمعت المؤذن ظنت أنه قد طلع الفجر وفي الحقيقة هو يؤذن أذان لا تأثير له لأن أذان في غير وقت الأذان زي الآن أنا لو أذنت الآن ما نقول والله أذن الفجر لا ما بعد جاء وقت الفجر تؤذن ولا ما تؤذن فقال حسنا فذهب إلى المؤذن وأقنعه قال والله هذا كلام أبو حنيفة أرجوك فزعه معي هل اليوم لا دمر أسرتي فجاء المؤذن معه, معه واقترب من بيته واذن فلما هو عندها يترجاها تكفين الله يخليك عجلي بيذن ما بقى وين السابق ما عندهم ساعات يعني ما بقى على الفجر لا شوي لا تورطيني وهي مبسوطه تقول بس متى يذن وتطلق فلما سمعت الاذان قالت الحمد لله ها انا قد طلقت منك فماذا تريد مني الان فقال والله هذا ياذن ترى يعني احنا لاعبين عليك اصلا هذا ما هو باذان الفجر وقد كلمتيني فلم يقع الطلاق هذا ذكروا قالوا هذا من الحيل ذكرها ابن القيم وغيره قالوا من الحيل الفقهيه وقالوا هي التي لتخليص انسان من مشكله او نحوه لا باس ان يعملها ذكر كذلك ابن القيم عن بشر بن الوليد قال كان في جوار ابي حنيفه شاب صالح فتعلق هذا الشاب بفتاة يعني ما بينه وبينها علاقة محرمة لكن أحب أن يتزوجها فخطبها إلى أهلها مرارا فأبوا عليه فكاد قلبه أن ينقطع فقالوا له نزوجك لكن بمهر كذا وكذا وذكروا له مهر عالي جدا وما عنده فذهب إلى أبي حنيفة قال يا إمام أنا افكر في الفتاة ليلا ونهارا وانا اريد اني اتزوجها لكن اهلها طلبوا مني مهرا عاليا جدا مهر عشر نساء وليس امراه واحده فانا ماذا اصنع الان؟ فقال طيب ابحث عن من يشفع لك عندهم ابحث عن من يتوسط، قال والله ما قبلوا احدا فقال ابو حنيفه فاذهب وعدهم قل خلاص وافقوا انتم بس والفلوس جاهزه فذهب الشاب وقال لهم أبد أنتم موافقين إذا الفلوس جاهزة قالوا نعم قال أبد الفلوس جاهزة قالوا أجل عقدك بكرة فلما جاء من غد الصباح أقبل إلى أبي حنيفة قال أنت ورطتني يا أبا حنيفة قال كيف قال اليوم بعقد العصر عقدي ولازم آتي بالمال معي وأنا ما عندي شيء وبعدين المال كثير فقال أبو حنيفة اذهب وتسبب يعني اقترض وأعطهم المال قال طيب أتورّد؟ قال أنت أعطيهم المال وتملك أعقدوا بعدين تعالي فذهب الشاب وتسلف المال وجاءهم بهذا الذهب الكثير ووضعه بين أيديهم أعقدوا لي على البنت فعقدوا له الزواج ثم رجع إلى أبا حنيفة قال يا أبا حنيفة أنا سأسجن بسبب المال أنا الآن عقدت على البنت لكن هؤلاء سيطالبوني بالمال وأنا ممكن أسجن بسببه حتى أؤديه قال أنت عقدت عليها؟ قال نعم قال اذهب فأظهر لهم أنك تريد سفرا بعيدا تلبث فيه سنوات واني باخذ زوجتي معي من حقي خلاص المراه الان في ذمتي ومن حقي اني اسافر بزوجتي اذا هي موافقه خلاص انا اذهب بها ويتحبني وانا احبها و... فجاء الى البنت وقال يلا اطلعي معي انت زوجتي وبدات تجهز عفشها وين قال والله بسافر بلد اخر بشتغل لي كذا سنه انا والبنت طيب كيف بنتنا ما نريدها تخرج من البلد قال والله هذه زوجتي شرعا وأنتم ما اشترطتوا علي ألا أخرج بها من البلد ما في شرط هذه زوجتي شرعا وأنا عقدت الآن عليها خلاص اطلعي بس يا بنت اطلعي فقالوا نشتكيك عند أبي حنيفة قال روحوا لأبي حنيفة فجاوا إلى أبي حنيفة قال يا أبا حنيفة هذا واحد تزوج بنتنا ما يدرون أن أبو حنيفة عنده القصة كلها قالوا هذا واحد تزوج بنتنا والآن يريد أن يخرج بها وإحنا ما نتحمل أن البنت تطلع ما ندري متى ترجع لنا في السابق ما في وسائل تواصل ولا شيء فربما تذهب البنت ولا, ولا, يرونها بعد يومهم هذا خلاص قال أبو حنيفة والله هذا من حقه قالوا لا والله يا أخي الرجل يحبها ودفع فلوس كثير قال طيب تريدوني أتوسط أتوسط لها أنه يعني يبقى ما يسافر بها قالوا نعم قال أجل لازم تعطون الشيء ترجعون له يعني تحفظون عندكم المهر العادي وترجعون له الزايد أنتم شديتوا على الولد المهر العادي مثلا ألف أنتم أخذتوا منه عشرة آلاف رجعوا تسعة آلاف قالوا نرجع له بس يخلي بنتنا عندنا يعني يتزوجها لكن تبقى في البلد فنادى أبو حنيفة وقال له رجع لهم تسعة آلاف ويبقى عندهم ألف وخلاص بيرجعون لك وخلي البنت عندنا في يعني خلاص ابقى انت وياها في البلد فقال ولد لا 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 انا ابغى عشرين الف يعطوني عشرين الف ولا والله لا عجبته الشغله ولا والله لا اطلع بالبنت قال له ابو حنيفه يا ولد اذكر الله وخذت تسعه الاف قال لا لا عشرين الف ولا والله البنت الصبح واحنا مسافرين قال ابو حنيفه تعال معي على جنب شويه فأخذها على جنب قال اسمع قال نعم قال اقبل التسع آلاف وإلا جعلت الفتاة تستدين من رجل فلوس ثم تنفقها في شيء تنفقها تتصدق بها مثلا ثم إذا أرادت أن تسافر منعها الرجل من السفر حتى تقضي دينه ما تقدر تطلعها بعدين أنت قال أسألك بالله هل لا تخبرهم بهذه الحيلة أبو حنيفة لا تورطني ولا البنت ممكن تتسلف مال وتتصدق به ولا تنفق في أي شيء ثم صاحب الدين يستطيع أن يحبس المدين ترى يقول له ما تسافر لين تسددني أنا ما أضمن ممكن تموت وأنت ما سددتني فقال أسألك بالله يا أبا حنيفة ألا تخبرهم بهالحيلة قال أجل ذكر الله واغنم السلامة وخذت تسعة آلاف وترك عنك ال... قالوا فأخذها الشاب هذه أيضا ذكروها من الحيل الفقهية التي يعني ذكرها ابن القيم وغيره ذكروا كذلك من الحيل الفقهيه ان قاضيا كان له زوجه غيور شديده الغيره يعني فيها غيره لو قسمت على نساء الدنيا ربما تسعهم فتزوج امراه اخرى فلما تزوجها تزوجها بالسر خوفا من غيره امراته ويعني ربما تتطلق وكذا فمشت الامور مع الزوجه الجديده حتى شكت زوجته الاولى انه متزوج فقالت انت متزوج قال ما عندي الا انت يا ابن الناس انت متزوج ما عندي الا انت وصارت كل يوم تنكد عليه احلف طلقها ما ادري ايش وما يقدر يحلف ولا يقدر يطلق ما يقدر يطلق يعني الزوجه الاخرى أو يقول كل زوجة غيرك فهي طالق يورط نفسه فقال طيب إن شاء الله بكرة بعده في يوم من الأيام قال لزوجته الجديدة تعالي عندنا اليوم العصر في البيت قالت كيف أجي عند زوجتي قال نعم تعالي تعالي العصر قولي أنا أبغى الشيخ عندي سؤال أريد أني أستفتيه وأدخلي في المجلس واسأليني سؤالك قالت طيب إيش أسألك قال اساليني قولين بيني وبين زوجي مشكله ولا اي شيء قالت طيب زوجتك ما تعرفني قال ما تعرفك فعلا لما جاء العصر وتجي وتطرق الباب خرجت امراته اللي عنده واذا هذه امراه عند الباب قالت لو سمحتي انا اريد اكلم الشيخ قالت والله الشيخ روحي في المحكمه قالت لا انا مساله طارئه جدا وانا امراه عفيفه ولا اريد ان اخرج زاحم الرجال في المحكمه هو وقد يعرفني أحد ويحصل لي أرجوك تكفين الله وجعلت تترجاها فصعدت المرأة إلى زوجها وقالت فيه امرأة عندها سؤال قال أسئلة في المحكمة ليست هنا قال قالت مسكينة قال ما في مسكينة كل حريم مساكين لا لا ما في أنا ما أنزل ما أطلع لها ولا شيء ولا لها تبغى شيء تروح المحكمة قالت أرجوك وهي ما تدري أنها هيب يطيح على رأس الموضوع كله أرجوك عشاني تعال أنا والله رحمتها قال لا إله خلاص دخليها في المجلس وأجي أشوف وضعها بس تبقين معانا في المجلس ما يجوز خلوة قالت أبقى معك فجاء ودخل المجلس اللي المرأة ذيك جالسة يعني بحجابها التام وامرأته معه إيش عندك يا أختي قالت والله أنا بيني وبين زوجي اشياء وامور وانا اريد ان فقال سبحان الله ترى البيوت مليانه مشاكل وكثير من الزوجات يشكون في ازواجهم اتركي عنك الشك تخيلي يا اختي هذه امراتي تظن اني متزوج واحده ثانيه وانا اقول اقسم بالله ثم اقسم بالله ان كل امراه لي غير في غير هذا المكان فهي طالق كل امراه لي في غير هذا المكان فهي طالق قامت حرمته وحبت راسه قالت بيض الله وجهك انا ابغى هاليمين من زمان الحمد لله اللي الله جابها اليوم ثم خلاص طلع وراح وبات تلك الليله عند تلك المراه واموره ماشيه هذا من الحيل التي يعني نص ابن القيم رحمه الله لما قسم الحيل الفقهيه التي عند الفقهاء نص بان هذا النوع من الحيل انه لا باس به اذا كان ليس لإحقاق باطل أو إبطال حق أو ظلم أحد أو ما شابه ذلك إنما هو لحل مشكلة أو نحوه إذا كان مثل هذه المخارج الفقهية فلا بأس عليه في في مثل ذلك أخيرا أيضا من باب اللطائف ذكروا أيضا أن القاضي عياض قالوا وكان من أذكى الخلق القاضي إياس وعياض أيضا هو قاضي القاضي إياس قالوا كان من أذكى خلق الله و يقول هو نفسه يعني ذكر عن نفسه عده قصص من ضمنها مثلا ذكروا ان رجلا جاء اليه يشتكي ان فلانا اخذ منه مالا وانه لم يعده اليه وانه كلما جاء اليه جحد المال وقال مالك عندي فلوس ونحو ذلك يعني طمع في المال وجحده وربما ما اخذ عليه التوثيق ايضا فجاء يشتكي عند القاضي اياس فقال له القاضي طيب عندك شهود؟ قال مع الأسف ما في شهود. قال عندك ورقة بالدين؟ قال والله ما عندي ورقة والمال كثير يعني أنا متورط الآن. قال طيب يعني ما في أي أي دليل؟ قال ما في أي دليل. والرجل أعرفه ممكن يحلف بالكذب، لو تحلفه يا قاضي بيحلف بالكذب. يقسم كذبا ويستولي على مالي. وأنا والله متورط. فقال طيب تعال بكرة. قال طيب. فخرج القاضي إياس في نفس ليلته ومر على ذلك الرجل في دكانه وسلم عليه وكيف الحال وعساك بخير وكذا وأنا يأتيني أموال أيتام كثيرة وكذا وأحيانا أنا أبحث عن شخص أمين أريد إني أضع عنده أموال الأيتام. حتى لو شغلها واستفاد منها شوي ما عندي مشكلة بس أهم شيء يصير رجل أمين وأنت ما شاء الله رجل أمين وحبيب ولعلي إن شاء الله تعالى في المستقبل إن شاء الله يكون بيننا تعاون وأعطاه من هذا الكلام العام ما قال لها بعطيك فلوس لكن أمله أني ممكن أني أتعاون معك في الأمور المالية وذاك الرجل فرح القاضي بيصير يحط عندي الأموال هذا يجعل كل الناس يجيبون أموالهم عندي قاضي ما دام القاضي خلاص وشكرا يا قاضي وجزاك الله خير فلما كان من غدن الصباح مر صاحب المال على القاضي فقال له القاضي اذهب اليه الان وقل له اعد الي مالي فان قال لك لا فقل له ساشتكيك عند القاضي انك حرامي فانك اذا قلت له ذلك سيخاف ان تسوء صورته عندي يعني بيقول لا والله لا تخربوا سمعتي عند القاضي القاضي الآن بيعطيني أموال وأحفظها وتذهبون تشتكوني عند القاضي ستتشوه الصورة فهو بيضحي ويعطيك فلوسك في سبيل أن يؤمل أن يأتيني أموال أكثر مني قال الرجل طيب فذهب إليه سلام عليكم يا فلان الله يهديك ما هداك الله تعطيني فلوسي فقال أقول لك ما ما عندي لك فلوس خلاص اذهب قال والله اذا ما اعطيتني فلوسي لا اشتكيك عند القاضي لا اذهب الان الى اياس واقول انك حرامي قال لا 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 كلش الا القاضي كم مالك قال كذا وكذا واخذ المال واعطاه اياه الرجل راح البيت وبعد ايام اياس ما مر على هذا الرجل هم أمل كل يوم كل ما راى راى واحد مار في الشارع يقول يمكن هذا القاضي جاب لي فلوس فجاء الى القاضي وقال يا قاضي تاخرت اموال الايتام فقال وهل أنا مجنون يا سارق أن أعطيك أموال الأيتام الحين سرقت أموال اللي ما هم بأيتام الرجال الكبار كيف نأتمنك على أموال الأيتام فهذا أيضا من الحيل الفقهية التي ربما احتال بها بعض القضاة أو الفقهاء لأجل استخراج الحق من ممن جحده أخيرا اليمين الذي أقسمها أيوب عليه السلام لما اقسم على امراته هل كل يمين النافذة؟ ايوب عليه السلام اقسم وهو غاضب واليمين اذا كان الانسان غاضبا وخرج من طوره يعني بعض انواع الغضب ربما الانسان بسببها يعني يتصرف تصرفات كالمجنون وهذا تعلمونه احيانا يعني بعض الناس ربما مع شده الغضب يمكن جواله اللي شاريه ب 2000 ولا 3000 ربما كسره وبعدين يندم يقول يا اخي كسرته وانا لست في عقلي او ربما امام شاشه تلفزيون ولا كمبيوتر او او كذا او بعض اولاده وربما طعن ولده من شده الغضب وبعدين يقول ها انا والله ما كنت في عقلي ولذلك يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في اغلاق قيل الاغلاق هو الاكراه وقيل شده الغضب الى درجة ان الانسان لا يعقل وفي البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلين يتلاحيان يعني كل واحد يرد على الثاني بينهم خصومه واحدهما قد اشتد غضبه الى درجة انه يزبد يعني ما عنده وقت يبلع ريقه وبالتالي الريق اللعاب يطلع من فمه مثل الزبد من شدة الغضب مثل البعير إذا إذا هاج وغضب وبدأ يزبد ولا الإنسان لو كان يبلع ريقه بهدوء ما ما أزبط. لكن مع شدة الصراخ والغضب ما عنده وقت يبلع الريق فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد يذهب عن كل هالفورة من الغضب قال بعض الصحابة ما هو يا رسول الله ماذا يقول قال لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب السؤال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له مباشره قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لان عليه الصلاه والسلام يعلم ان مع شده الغضب ممكن يسب الله تعالى او او يسب من يامره بهذا مع شده الغضب. فهذا رجل من الجالسين ذهب الى هذا الغاضب وهو يصارخ وقال له قل أعوذ بالنشط الرجيم فلم يقولها التفت إليه وقال أتراني حماراً؟ أنا حمار من شدة الغضب ما عقل واش تبغاني أقول فأحياناً بعض الغضب يخرج بالإنسان من طوره ذكروا أن اليمين في هذا الحال لا تؤثر والطلاق لا يؤثر إذا خرج من عقله إذا وصل إلى درجة أنه ما يعقل ماذا يقول قالوا لا يؤثر يمينه ولا إقراره ولا يعامل كالمجنون يعني هذا من أحكام اليمين فإذا كان الإنسان في شدة غضب قالوا لا ينعقد يمينه أصلا أو قال والله ما أزورك والله ما أكلمك والله لا أتصل بفلان الآن ثم لما هدأ قال والله يا جماعة ما كنت أدري ماذا أقول والله ما دريت أني طلقت فلانة ما دريت اني اني طلقتها، والله ما دريت اني حلفت يا اخي، والله ما ادري ان تكلمني الان باشياء انا ما اذكرها. فهذا الغضب هذا لا هذا اليمين لا ينعقد. وذكروا كذلك قالوا اليمين اللغو يدخل فيها اشياء. مثل ما قالت عائشه هو قول الرجل نعم والله ولا والله يعني لو قال لك واحد مثلا الليله تمرني تمرني في البيت أو تتعشى عندي أو كذا فقلت إي والله جايك ثم لم تأته هل يلزمك كفارة يمين لأنك قلت إي والله لا ما يلزمك لأن كلمة والله هنا جرت على سبيل الكلام والحديث والسوالف لم تقصد اليمين وهو أيضا لا يفهم أنك حلفت لكن لو أنك قلت له نعم سآتيك قال والله أنا لا أثق في كلامك أنا ترى بسوي عشاء وبخلي زوجتي تعمل عشاء بتجي اكيد قلت بجي قال احلف قلت والله آتيك اه هنا يمين منعقده لان المقصود بها اليمين ليس ليس سوالف اي والله بروح اي والله بجي والله ما شفته والله رأيته لا المقصود بها اليمين هذه يمين منعقده يمين اللغو يدخلون فيها ما لم يقصد به اليمين اذا قصد به الاكرام كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفتي بهذا يعني لما واحد يقول لك والله ما تحاسب مثلا في بقاله او مطعم او كذا فاردت انك تحاسب قال والله ما تحاسب والله ما تحاسب ثم حاسبت مثلا لا يلزمه هو كفاره يمين لانه لا يقصد اليمين يقصد اكرامك ومثل اللي يصب لك قهوه مثلا وقال لك اشرب فنجال قلت لا قال والله انت اخذ فنجال فقلت لا وحط الفنجال على جنب خلاص هذا ما يلزمه، لا يلزمه كفاره ونقول حلف. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول اذا قصد بها الاكرام ولم يقصد اليمين. قصد بها الاكرام فانه فان هذا لا يؤثر. هذا من انواع اليمين. اليمين المؤكده هي اليمين التي تكون على شيء ماضي او مستقبل. تقول والله قد رايت فلانا. هذا يمين، والله ساذهب الى فلان. هذه كلها ايمان. اليمين الغموس هي من الكبائر. وهي اليمين التي يقسم بها على أمر ماضي وهو كاذب يقول والله أن فلان هو الذي دخل هذا البيت هو كذاب ويعلم أنه كذاب والله أن فلان اشترى سيارة والله إني مريت فلان اليوم العصر وهو ما هو موجود في بيته هو كذاب هذه اليمين الغموس قالوا تغمس صاحبها في جهنم وهذه لعظم خطرها حتى كفارة ما فيها كفارة عادة الكفارة تشرع لأجل أن يغفر الله لك الخطأ اعمل كفارة لكن هذه ما فيها كفارة لأنها من الكبائر وهي من من أعظم الكبائر قرنها النبي صلى الله عليه وسلم مع مع أكبر الكبائر قرنها مع الإشراك بالله وعقوق الوالدين ونحو ذلك من أنواع الـ الـ من أنواع الـ الكبائر الـ بقي ثلاث اربع فوائد حول اليمين بس اعطيكم اياها كذا على عجل. اليمين عند الخصومه هي على نيه المحلوف له وليس على نيتك، مثال واحد عند القاضي وقال له القاضي هل اخذت مال فلان؟ احلف ان فلان ليس له في ذمتك مال. مثلا واحد مثلا سلفت منه أنت ألف ريال ولم تعيدها إليه في اشتكاك عند القاضي فما في بينة ما في شهود ما في إلا الحلف فقال لك القاضي احلف أنك ما أخذت منه ألف ريال فقلت أنت والله العظيم أني ما أخذت منه وتقصد ما أخذت منه مليون مثلا هذا ما يجوز إذا كانت اليمين لأجل شخص معين فهي على نية المحلوف له على ما يقصده هو ليس على ما تقصده انت. فما تقول والله انا طلعت منها عند القاضي انا ما اخذت من مليون انا اخذت من ألف نقول هذا ما يجوز في الخصومه يجب ان تكون اليمين صريحه ولا يجوز ولا ولا يقبل فيها ما ما, ما تضمره انت في في نيتك. الاستثناء في اليمين يطلعك منها لو قلت واحد مثلا قال لولده ترى اذا بكره ما داومت في المدرسه والله لا أفعل بك كذا إن شاء الله قولك إن شاء الله يلغي اليمين خلاص يعني لو ولدك ما داوم لا يلزمك أن تفعل به ما توعدته به مثلا لو قلت مثلا بأخذ جهازك اللي تلعبه ولا أضربك أو خلاص ما دام قلت إن شاء الله خلاص اعتبر اليمين ملغية مثل أحيانا تقول واحد تعشى عندي الليله فيقول في لك والله تقول والله نتعشى عندي ان شاء الله. ان شاء الله هذه تطلعك من المشكله دائما احرصوا عليها ان شاء الله. وب... ومثلها كل انواع الاستثناء مثل ان شاء الله ان يسر الله تقول والله لجيك ان يسر الله، والله لاعطيك ان يسر الله. اذا اذا استثنيت ان يسر الله اعطيتك وان لم يسر ما اعطيتك خلاص اليمين ما عاد لها تاثير. هذا الاستثناء ان شاء الله إن يسر الله بعون الله بإذن الله إلا أن يشاء الله ونحو ذلك هذه كلها من الأيمان كلها من الاستثناء إذا حلفت على شيء ونسيته قلت والله ما أركب السيارة ثم نسيت يوم الأيام وركبت لا يلزمك كفارة دمين. والله ما أشرب حليب فرضا ونسيت يوم الأيام وشربت حليب فرضا أو والله ما ألبس غترة والله إذا فعل ما إذا فعل المحلوف عليه ناسيا ليس عليه كفارة. إبرار المقسم واجب. وقي قال بعض العلم الاستحباب والصحيح أنه الاستحباب، إبرار المقسم مثل اللي يقول لك والله إن تشرب هالشاهي والله إن يقول من الأدب مع المسلم أن تبر بقسمي أن تبر بقسمه ما دام ما فيه. ما فيه يعني ما في مضره عليك لكنه ليس واجب مستحب ولذلك ابو بكر لما واحد من الصحابه لما رؤيت رؤيا وقال ابو بكر يا رسول الله اذن لي ان اعبرها قال عبرها فعبرها ابو بكر ثم قال يا رسول الله اصبت ام اخطات فقال اصبت بعضا واخطات بعضا ايش قال ابو بكر يا رسول الله ايش اقسمت عليك لا تخبرني بما اخطأت به الحين حلف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم بس ولا علم لا تقسم فلم يبر النبي صلى الله عليه وسلم بقسمه ولذلك قالوا الابرار بالمقسم مستحب ولي وليس امرا واجبا لو حلفت على غيرك ان يفعل كذا ولم يفعل يلزمك انت الكفاره لا يلزمه لو قلت والله ان ما تدخل هالبيت فدخله يلزمك الكفاره انت اللي هي طعام عشره مساكين او كسوتهم او تحرير الرقبه لو حلف عده ايمان لو قال والله ما اشرب هذا الماء ولا استعمل هالميكروفون ولا اجلس على هذه الطاوله ثم حنث فيها كلها شرب الماء واستعمل الميكروفون وجلس الطاوله لا يلزمه الا كفاره واحده لان اليمين واحد لكن لو قلت والله ما استعمل الميكروفون ووالله ما اشرب الماء ووالله ما أدخ... ما اجلس على الطاوله فهنا كل واحده منها عليه يمين الفاظ اليمين المعروفه والله وبالله وتالله و او باسمائه وصفاته وعزه الله و... ونحو ذلك هذه من من اليمين ايضا ال... الوضع اليمين على وضع اليد على المصحف عند اليمين هذه لا اصل لها وليس عليها دليل وهم يقصدون بها التغليظ عليه مثل ما كانوا في السابق إذا أراده يحلف جاءوا به عند الكعبة مثلا من باب التغليظ عليه والملاعنة بين الرجل وامرأته إذا اتهمها بكذا فقالوا تقام في المسجد من باب التغليظ وتعظيم الأمر فبعض العلم يقول لا بأس أن يضع يده على المصحف ويحلف من باب التغليظ عليه وقال بعضهم لا هذه لم يرد فيها شيء في الشرع كلمة حلفت عليك هل تعتبر يمين؟ لو قلت حلفت عليك أن تشرب الشاي يا اخي حلفت عليك ما تقول هالكلام هذه ليست يمين اليمين هو القسم باسماء الله وصفاته والله وبالله وعزه الله ونحوه اما حلفت عليك تراي حالف عليك ونحو ذلك آه هذه لا تعتبر يمين وكذلك كذلك اقسم عليك بعض اهل العلم يقول ليست يمين الا اذا قال اقسمت عليك بالله وممن يفتي بهذا شيخنا العلامه الشيخ من جبريل رحمه الله مثل اقسم 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 ان تفعل كذا شهدت ان تفعل حلفت ان تفعل كل هذه من غير ما يقول بالله بعضهم يقول انها يمين وبعضهم يقول ليست يمين الحلف بالطلاق مكروه لكن فتوى اهل العلم اكثر العلم انه ان قصد الطلاق وقع لو قال علي الطلاق ان حصل كذا وكذا وهو يقصد ان امراته طالق فتقع طلقه أما إذا ما جاء في باله الطلاق أبد ولا فكر فيه بس من باب اليمين فهي يمين كذلك كلمة علي الحرام علي الحرام إن ما تفع إن تفعل كذا قالوا هذه تعتبر يمين يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك ثم قال الله بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فعدها الله تعالى يمين كذلك يمين بالله هذه تعتبر يمين أخيرا كفارة اليمين اطعام عشره مساكين او كسوتهم، والاطعام اما ان يصنع طعاما يكفي عشره مساكين ويدعو عشره مساكين ويطعمهم مره واحده واما ان يشتري طعاما لعشره مساكين وياتي يمر في الطريق اذا راى له مسكينا مثلا اللي يكنس الشارع او كذا تعال يا اخي تفضل هذا كيس هذا غداك اليوم ويعطيهم اما غداء ولا عشاء ما يعطيهم مثلا خبزة وعصير يقول والله هذاني أطعمت لا يعطيه ما يسمى وجبة يعني ربما الوجبة سبعة ريال ثمانية ريال يعني عشرة كلفة سبعين ريال تقريبا أو يشتري ما يكفي عشرة نيئا يعني رز ودجاج ويعطي عائلة فقيرة خلاص يأكلون في يوم ولا في عشرة أيام أهم شيء أنه يكفي عشرة فهذا فيما يتعلق بكفارة اليمين أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا صلى الله ان يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون في أحسنه